وعلى صعيد آخر تحرص أجهزة الوزارة باعتبارها جزءاً من نسيج هذا المجتمع على التوسع في أداء دورها المجتمعي التكافلي لرفع العبء عن كاهل أهلنا من محدودي الدخل وتطوير خدماتها الأمنية للمواطنين واستحداث نظم خدمية لذوي الهمم وكبار السن، إضافة إلى تبني برنامجاً طموحاً لتهئيل أبنائنا من سكان المناطق الحضرية ليكونوا جيلاً جديداً يسهم في بناء بلادهم، وهو ما انعكس على تعميق التلاحم الإنساني بين الشعب والشرطة.